يقول سائل من الجزائر: أرجو من فضيلتكم حفظكم الله أن تشرحوا حديثا بلفظ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. نعم، الحديث صحيح. لا عدوى، العدوى هي انتقال المرض من شخص إلى شخص أو من بلد إلى بلد. ولا طيرة، الطيرة هي التشاؤم بالأشياء، يتشاؤم بالأشياء واعتقاد أنه سيصيب الإنسان شيء من المحذور إذا رأى طائرا أو رأى ما ينفر منه، فإنه يتشاءم ويعتقد أنه سيصيبه شر. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الهامة هي طائر المسمى بالبومة، لأنهم بالجاهلية يتشاءمون بها وبصوتها، فإذا سمعوها ظنوا أنه سيحصل لهم الموت، وأنها تنعاهم، وأن تصويتها علامة على موت أحد. هذا من اعتقادات الجاهلية. ولا غول، الغول هو ما يتراءى في الفلوات من الجن الذين يريدون أن يغلوا السائرين والمسافرين على شكل أضواء لا حقيقة لها، من أجل أن يروعوا المسافر ويغل له عن الطريق، أن هذا من فعل الشياطين. فلا حقيقة لهذه الأشياء، ويجب على المسلم أن يتوكل على الله عز وجل. ونفي العدوى والطيرة ونفي ما كانوا في الجاهلية يعتقدونه من أن المرض يعدي بنفسه وأنه ينتقل بنفسه، فهم يعتقدون هذه العقيدة. والمرض لا يتعدى إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، فإذا اعتقد المسلم أن المرض لا يتعدى إلا بإرادة الله جل وعلا واتخذ الوقاية فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ويقول: لا يولد ممرض على مصح. ويقول في الطاعون: إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه. وأيضا: من كان في البلد في بلد الطاعون لا يخرج منه. كل هذا من أجل فعل الأسباب الواقية من المحاذير، لكن مع اعتقاد أن انتقال المرض والعدوى إنما هو بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا خلاف بين القضاء والقدر وبين فعل الأسباب، بل المسلم يجمع بين الأمرين، فيؤمن بالقضاء والقدر وأنه لا يجري شيء إلا بإذن الله، ويفعل الأسباب الواقعة والأسباب المباحة. لا تنافي بين الإيمان بالقدر وفعل الأسباب النافعة، الله أمر بذلك. نعم.